في نص ساعة إن شاء الله. يعني ما عندنا شنو الكلام كله مكرر ما فيه حاجة. طيب. يا شباب لا. يا شباب هي مقسمة طبعا الاثنين بكتيريولوجي ومايكولوجي. فحنبدأ بالبكتيريولوجي. هنتكلم عن الديسكرايب ذا لابراتوري دايجنوزيس اوف ذا فولوينج باثوجين الدون سيرم الجيتيتس حسب الاوبجيكتيف بتاعتهم والكوليسترول الانتيتماعي والكوليسترينيوم بوتيرينيوم وهنتكلم عن الكلاميديا تراكموتس از اوكلر باثوجين. طيب طبعا السامبل بتاعتي لما اتكلم عن السي اس اف هتكلم عن المنجاتس السامبل حتكون شنو؟ سي اس اف كمية كبيرة فحنشوف كم الكمية. طيب البيربوس اوف سي اس اف اناليسيس قال هو طبعا انا الشغل بتاعي الان اللي هو بكتيريا فايرال مننجايتس اند بارسيتيك انفكشن برضه ممكن في الاوتو اميون ديزيز زي المالتيبل سكلروز برضه اي كان اطلعي سي اس اف اناليسيس اف اي ونت تو سي اف ذير از اني بليدنج ان ذا برين سباينال كورد في لوكيميا عملت ميتاستاسيس ده انا كلها ممكن ثرو ذا سي اس اف اناليسيس اي كان دايجنوزيس. تمام طيب الكوليكشن احنا زي ما قلنا انا هشتغل على السي اس اف. طيب انت قلت الان هعمل لمبر بانشر تمام هعمل لمبر بانشر تمام. طيب قلتوا بين اللي هو بعد الثاني يعني الثالث والرابع خمسه وسته برضه ممكن انا اخذ. طيب انت طيب I have a needle تمام وعندي يعني انا اول حاجه لازم تكون under aseptic condition يعني الكوليكشن لازم يكون under aseptic. في حد عارف حاجه عن التكنيك ماذا تكون لوكال انستيزيا اللي بيستخدموها ماده يعني صوديوم بلوكر تمام. طيب لدوكاين ممكن استخدم لدوكاين اللي هو 1% أو 2% يعني بديه انجكشن كده بس بسيطة بعد ذلك بدخل النيد بتاعتي. وأهم حاجة في من ضمن الحاجات اللي أنا بأخذها إنه لازم أعمل اللي هو opening blood pressure opening pressure. ليش why يختلف حسب كل حالة يعني تيجي دايجنوس معي بعض الحالات تكون نورمال بعض الحالات تكون مرتفع بالمرة. طيب الآن في المنجاتس يكون البيت مرتفع طيب أوكي اهم حاجه السامبل بتاع السي اس اف انه رجع مطلع لازم انت تاخذه يعني ما بياخذوا بتاع المختبر لازم الفيزيشن ياخذ لانه ممكن يكون في كومبليكيشن. فاهم حاجه السامبل بعد ما اخذها لازم اوديها للمختبر سريع ايميديت ماشي. هي البكتيريا فاسيتيديس مثلا نتكلم عن النيسيريا جونوريا نتكلم عن الهيموفلاس دي كلها فاسيتيديس ممكن ات كان يعني بيسموها ايش كان دامج اوكي. طيب طيب البيشن بتاعي بياخذ البوزيشن ده اللي هو انا ممكن يخليه قاعد يخليه راقد ويكون النيه بتاعته مع الكيس ومنزل الكين بتاعه على الصدر تمام. هستخدم اول حاجه طبعا هعمل كليني للاريا بعد ذاك هقوم هجيب النيه بتاعتي هدخلها وهسحب هسحب كم ما اتفقنا انا عندي فور تيوبس واحده للفيزيكال اكزامينيشن واحده للكيميكال اكزامينيشن واحدة للسيتولوجي واحدة للبكتيريولوجي. السيتولوجي بتكلم عن شنو؟ البكتيريا بتكلم عن شنو؟ كلشر جرامستين بتكلم عن بدي اعمل دكشن للكبسول. الفيزيكال اكزامينيشن اللو والتربيديتي والاشياء هذه از ذير از بلاد. وطيب والكيميكال الجلوكوز والبروتين والبروتين ليش؟
حصل البكتيريا. بعد البكتيريا يكون يميز. ممكن ده يرجع مال. لا لا لا. البكتيريا. يعني البكتيريا ده طبعاً. بعد الكشف بعد ما شوف البكتيريا ممكن عملنا ده يكون ممكن. طيب أنا هستخدم فور فيلز. طيب هي أنا بتجي يعني أنا الكل الكولكشن بتاعتي ده الحديث طبعاً نازلة. تمام ممكن استخدم ال. المونوميتر اللي هو ده تو ديترماين ذا بريشر اوف ذا اوبننج اوف ذا سي اس اف. طيب بعد ذلك هتجينا دروب 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 يعني ممكن بيقول الكميه المفترض في 15 اللي هو 15 دروب بير 1 سكند الكميه تكون سريعه فانا باخد بصير دروب في 4 تيوب في 4 تيوب لو خدت اكثر من كده لو خدت اكثر من كده لو خدت اكثر من كده ممكن البيشن بتاعي يعني يحصل له هيديك. تمام فوضحت ايش يا شباب وضحت. طيب ممكن انا استخدم برضو الاكس ريج از از جايد يعني تو سي ذا نيدل البوزيشن بتاع النيدل ممكن برضو استخدم الاكس ريج. طيب قلنا بستخدم اربعه تيوب او ممكن تو يعني لو كانت طيب في الاطفال هاخد كم هاخد برضو وان طبعا في افري تيوب 1 ملي 1 ملي 1 ملي 1 ملي طبعا الاطفال كم السي اس اف كله الفوليوم كم بالنسبه للاطفال؟ حصل 120 اطفال أقل 100 يعني من 10 إلى 30 مليون بالنسبة للأطفال فالكمية شوية حتكون أقل. طيب قلنا physical examination chemical examination psychological examination and bacteriological examination. طيب ده السكيم بتاعي عندي العينة بتاعتي بعد ما جاتني في المختبر في المختبر هيعمل شنو؟ هيقوم هيعمل centrifugation. أيوه عينة عين حملها centrifugation وجزء من العينات ما حملها centrifugation. طيب أنا حملها centrifugation أنا بتاعت السيتولوجي الشغل هيشتغل عليه السيتولوجي والسبيشال تيست اللي هو السلايت ابلتيشن ده ما هعمل لهم ايش سنتريفيجيشن الباقيات هعمل لهم سنتريفيجيشن هيشتغل من الديبوزيت هيشتغل شنو هيشتغل سنتريفيجيشن هعمل جرام ستين دايركت طوال من العين بتاعتي من بعد ما اعمل سنتريفيجيشن من الديبوزيت تحت اقوم هيشتغل شنو في السلايت وهعمل جرام ستين عشان اشوف البكتيريا لان في بعض البكتيريا اللي هو ممكن إذا كان من الدايركت جرام ستين مثلا زي نيسير حتى الدنيا ديبلوك اوكي خلاص يعني زي الدايجنوستيك تمام؟ تمام؟ السلايد اكتيفيتي تيست هذا ما صاروا يستخدمونه الحين هو ليش ما بيستخدمونه؟ يستبدلونه بالبي سي ار كيف البي سي ار ما هو قلنا برضه يعني البي سي ار برضه ممكن البي سي ار طبعا هو لكن في بعض المناطق ما فيها بي سي ار ايوه بس متمكن يعني الدول المتمكنه ممكن يستخدموا البي سي ار دايركت وخلاص يعني هو سريع جدا تمام؟ لكن انا بتكلم عن التكنيك كله ممكن تمشي في مناطق ما يكون فيها بي سي ار ما يكون فيها سيرمال سايكل تمام؟ تمام؟ ففي في الحاله دي طيب الكاونتنج بيكون صوره واضحه نوعا ما كيف حمل كم؟ المربع طيب بشو؟ بير مربع يعني كل مربع شوف كم فيه والمربع زاد اسمه شو؟ بتاعت باو هاي في اسمه شو المربع؟ المربع بتاع شو هو زاد أصلا الجهاز بشو؟ بتاعت هيمو سايتوميتر اسمه الجهاز اللي هو هيمو سايتوميتر ده مفترض تكون في الهيماتولوجي شفته أو في الفيسيولوجي شفته يعني هذا الجهاز اللي بستخدمه دائما بستخدمه ده عشان اعمل كاونت ده اعمل كاونت للدبليو بي سيز اللي هو ماني طبعا انا في اجهزه كان اللي هو سيسميك دي اوتوماتيك او انت بتدخل العين بتطلع لك الديفرنشال بتطلع لك الاشياء كلها بتعمل لا هي في بعض الاماكن ممكن ما يكون عندك الجهاز فوق الشغل القديم بيشتغلوا اللي هو بالهيموسيتوميتر ده بس اللي ده اعمل اللي هو للدبليو بي سيز المربعات دي بقوم بعملها لو داير اعمل للار بي سيز هنا بتكون تمام هنا برضه نفس الحكايه بتكون هنا زي كانه انا عايز اعمل كاونت للدبليو بي سيز فاحشر المربعات اجيب الهوموسيتوميتر وداخل العين بتاعتي بعد ذلك اي كان كاونت اوكي طيب الدايجنوستيك بتاعي بالنسبه للاكيوت بكتيريا مننجيتيز اللي هو البريجر الكليرتي بريزن اوف مايكرو اورجانيزم ريكوسايت ار بي سيز كونسنتريشن اوف جلوكوز بروتين ان بكتيريال انتيجين طيب النورمال سي اس اف طبعا هو بيكون كلير اور كلرليس اللي هو زي الموجودين فور فور تيوبس يعني ده نورمال سي اس اف لكن لو كانت هيربيت جسمي زي البكتيريا انفكشن طيب ريبورت وين ذير از هيربيديتي اف ذير از كلاودي بيرجولانت كونتين بلوك حتى لو كان في كونتين بلوك سبب كرونيك هيموراج يعني ممكن في الكوليكشن بتاعي ذير از يعني ذير از سام ديفكت طيب كونتين بلوك برضه نفس الحكايه طيب البيرجولانت ديو تو انفكشن اوف ذا اكيوت بكتيريا مننجيتس البلوك في تروما ولا في هيموراج ان ذا سي ان اس الكلوت اللي هو برضه انكريز ذا هاي بروتين كونسنتريشن واضح يا شباب طيب عندي هنا النورمال سي اس اف الابيره بتاعته طبعا بتكون شو كلير يا رجال طيب
السي اس اف نورمال طبعا بيكون كلير. الجلوكوز كم اللي هو ال دبليو بي سيز دائما بيكون بلو 5 اللي هو يعني ممكن تكون في دبليو بي سيز في السي اس اف، لكن اللي هو 5 بلو 5 تمام. البروتين النورمال بيكون من كم؟ من 15 ل 40 ملغ بير ديسيليتر. الجلوكوز بيكون من 25 ل 40 من 45 ل 75 ملغ بير ديسيليتر. طيب لما تكون في بكتيريا مننجاتيز طبعا بيكون البروتين بيحصل له شنو؟ كم بيكون؟ 75 100 كده. طيب الجلوكوز يقل تستخدمها طيب ممكن بكتيريا بتاعتي ممكن تكون من سيرم نيجاتيز ممكن سيرم كونيمون از وي ميشن بيفور. طيب الفيروس اللي حيكون كلير، لانه احنا امبارح قلنا اسيبتيك وامبارح قلنا سيبتيك وقلنا اسيبتيك، معناتها ممكن يكون يعني كلير لانه الكونسيرت البروتين ممكن تكون يعني خفيفه تمام. طيب بيكون ليمفوسايد ويكون مونوسايد تمام، ليمفوسايد او مونوسايد. طيب البروتين نورمال اور انكريز، الجلوكوز ما بيكون فيه حاجه. طيب التوبركولوز تمام، هذا النقص والهيبس. طيب التوبركولوزيس مانجاتيس هنا سلايد تيربيد برضه انكريز برضه رايز للليمفوسايد واي سيرفيديت اميونيتي. طيب البروتين برضه يكون هاي بيكوز ات از بكتيريا تمام، الجلوكوز بيكون برضه ريديوس بيكوز ات از بكتيريا اولسو. طيب الزد ان يعني ممكن انا اعمل طبعا من خدمه التصدر واستخدم زد ان ستين، لكن يعني بقول لك بعد في بعض المرات كنت بقول لك يعني انسيرتي. طيب الكريبتوكوكس مننجاتيز اللي هو برضه نفس الحكايه كوزيس فانجل كلير اور سلايتلي تيربيد رايز الليمفوسايد انكريز تمام نورمال اور ريديوس. هنا بستخدم الانديان انك ممكن استخدم خلينا نشوفه بعدين في الدياجنوز بتاعنا. This all يعني the calculation or the conclusion of the appearance of CSF. طيب البكتيريا خلاص انا جيت الان عايز استخدم في البكتيريا حمل شنو عملنا من البدايه ممكن اعمل دايركت جرام ستين لانه هو انديكيشن اور دايجنوستيك. طيب جرام نيجاتيف دبلوكوكاين هي سيرم نيجاتيفز، ممكن جرام بوزيتيف دبلوكوكاين ممكن تكون سيرم بريموني، جرام نيجاتيف رودز ممكن تكون هيموفلس انفلونزي ممكن تكون اي كولاي، جرام بوزيتيف كوكاين ممكن تكون سريبتو اجليكشن. طيب البكتيريا اللي زمان ايش عمل كلشر تمام حسب نوع البكتيريا الموجود عندي، لكن كل الميديات اللي انا بستخدمها عشان بتعامل ممكن مع فاسيتيديس اورجانيزم اللي هو النيسيرا من جديد اللي هو الهيموفلس انفلونزي دي كلهم يعني بيحتاجوا ليه. انا بتكلم عن فاسيتيديس معناتها اثنين سبيشال يعني سبيشال ايش نيوتريشن فيتامين انصام سيم لايك ذيس لايك بلاد هيموجلوبين دي كلها موجوده يا في البلاد اجاري في الشوكليت اكثر حاجه في الشوكليت بلاد اجاري. طيب الحكم هيستخدم شوكليت بلاد اجاري از بيتا ذان بلاد اجاري المكونكي عشان اعمل دايجنوستس ليش؟ لللاكتوس فيرمنت البكتيريا تمام؟ الان جي اف ولا ان جي اف توبركلوزيس سسبكتد اللي هو ان جي بتكلم عن ايش؟ ان جي ميديا صح؟ تذكرنا؟ تذكرنا شباب؟ يونسون اللي هو ايش؟ حقت التوبركلوزيس ان جي ميديا. طيب بعد ذاك بعمل شنو؟ انتي ميكروبيال تيستينج، بعد ذاك بعمل رابيد تيست اللي هو ممكن اعمل الحين تستخدم رابيد تيست اللي هو انتيجين ديتكشن، ممكن اعمل مولكيولار اللي هو بي سي ار، لكن احنا تكلمنا قلنا بستخدم على مرات في كل الحاجات لازم استخدم انتي بايوتيك تريتمنت، انا ما حنتظر النتيجه تمام؟ طيب الرابيد تيست تكنيك فور سي اس اف اللي هو انتيجين ديتكشن كريبتوكوكاس نيسيرا من جديد سيموفلا فلوزي بيكوز قلنا ذيس از كابسوليتد بكتيريا تمام؟ البوليمريز برضه ممكن استخدمها ميكوبكتيريا توبركولوز نيسيرا من جديد الستريبتو نيموني. طيب السبيشال ستين ممكن استخدم زي ان ستين، ممكن استخدم انديان انك اللي هو الكريبتوكوكاس تمام، ممكن استخدم سايد ابليتيشن عشان اعرف تو ديترماين ذا سيرو تايبس اللي هو سيرو تايبس نيسيرا من جديد ممكن الستريبتو نيموني ممكن الهيموبلوز بفلوزي. طيب نجي نمسك واحد واحد منهم كلام مقرر يا شباب. النيسيرا من جديد كان كله عارفين انه جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي كدني شير نموطاي كبسوليتد كلشر بتاعتها دائما بيكون في بلاد اجار اور شوكليت بلاد اجار، لكن هي فاسيتيديس اورجانيزم عندها سلكتيف ميديا، في سلكتيف ميديا اللي هي بس هي اللي هو جابوا شنو؟ جابوا شوكليت بلاد اجار تمام اللي هو اضافوا لهم ايش؟ اللي هم ايش سلكتيف ميديا عباره عن شوكليت بلاد اجار اضافوا لها عشان تبقى سلكتيف، يعني ايش؟ اضافوا لها ايش؟ فانكومايسين، هيستادين، كوليسترين تمام؟ هي بتكون ديزيس اورجانيزم نيسيرا جيتس نيد اللي هو 10% of CO2 ايوه ودي قلنا بتجيبها كيف الكونديشن دي
يا استخدم حاجه اسمها كاندل جار، مره قلنا لكم استخدم كاندل جار، اجيب الايروبيك جار وادخل الشمعه وادخل الميديا بتاعتي واحرق الشمعه من جوا، فالشمعه اول ما اقفل عليها هتنطفي، فخدت تديني كونديشن 5% اللي هو سي او 2 كونديشن. طيب اوكسيدايز بوزيتيف معروفه تمام، تعمل فيرمنت الجلوكوز والمالتوز تمام، بطنه سكروز، عشان كده دي يعملوا بقى ديفرنشيشن من الازر نيسيريا اللي هو نيسيريا نيسيريا جونوريا تمام. طيب دي الاشكال بتاعتها، جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي ده الاوكسيدايز تيست، ده في التاير ماركتنج تمام، ودي جرام ستين دايركت فروم ذا سامبل بتاعتي اللي هو ديبلوكوكاي. طيب وبعد ذلك بعمل ايش؟ لاتكس اجلوتينيشن عشان اعمل ديتكشن اوف ذا كابسوليتد نيسيريا منينجيتيس ان ذا سي اس اف تمام. وضحت يا شباب؟ وضحت. طيب نمشي للكوليستيريديوم تيتانيوم تمام، اتكلمنا عنها، قلنا شنو المشكله بتاعتها انها تعمل شنو؟ تتنسي اللي هو التوكسين تمام، هي جرام بوزيتيف باسيلاي وذا تيرمينال سبور اللي قلنا شكلها درام ستيكس تمام، استريك انيمال روبس تمام، في البلاد اجار بتعمل لي شنو؟ ديو تو تيتانو لايسيس، احنا قلنا ما عنده اصلا ايوه ما عنده شيء، بس الوحيد اللي بيعمل لي هيموليسيس في البلاد اجار، برضه كان جرو اون كوب ميديوم خلاص. لكن الكلام ده كله انا يعني ما بشتغل به، في من البدايه يعني البيشن انا حعمل له دايجنوزيس قلنا ايش؟ بالدرام ستيك لا الدايجنوز حيكون كلينيكال اول حاجه خلاص طوال يعني في الحاله دي حدي طوال شنو؟ انتي توكسين. طيب لكن لو داير اشوف واتاكد من الحاجات دي ممكن اللي هو كلينيكال بيكشر تمام؟ هيستوري اوف انجري تمام؟ الدايركت بعدك لو داير اعمل ممكن اعمل دايركت كلشر من الـ من الـ من الـ من الوند ماتيريال تمام، لكن ما اعمل هيدنج يعني دائما العين بتاعتي ما بعمل لها بيسموها ان هيدنج عشان السبور بون موجود عندي. طيب بعد ذاك ممكن من التوكسين اللي هو ايش؟ الكوليسيريديوم تيتانايل الموجوده من الكلشر اشيلها واجي احقنها للمايس تمام اجي احقنها للمايس، وكل عندي مايس ثاني تمام اجيبه وما ادي اي حاجه وادي واحده من المايس اللي حقنته ده اديه انتي توكسين تمام، ويكون عندي كنترول من هناك ما اديه انتي توكسين، فعلى حيصير شنو؟ يعني مايس حقنته من غير انتي توكسين ومايس حقنته من التوكسين حيصير شنو؟ كان عادي يجيه سلازم والثاني اللي ادي التوكسين حيكون على لايف صح؟ وضحت يا شباب؟ وضحت؟ حجيب مايس احقنه ب الكلشر اللي هو عملت له ايش؟ يعني جبته وتحصلت عليه من الكلشر ميديا الموجود عندي واجيبه واحضره واحقنه للمايس، المايس واحد اديه انتي توكسين والازر ما اديه انتي توكسين، فهو المايس اللي مديه انتي توكسين هيكون الايف والازر از كنترول هيحصل له داي صح؟ وضحت ولا ما وضحت؟ وضحت؟ طيب الكوليستيريديوم بتنيوم جرام بوزيتيف سبورين ان ايروبيك باسيلاي موتايل برضه استريك ان ايروبيك كان جروين نيوترال اجاوا كان جروين كوب ميت ميديوم بروس. طيب برضه نفس الحكايه عندي توكسين وبرضه ما حنتظر يعني انا طوال مفترض ادي الانتي توكسين، لكن لو داير يعني ممكن في البيشن سيرا ممكن اعمل ديتكشن للتوكسين في الريمين اوف فود طبعا لو كان في باقي ممكن اوديه لبعض المختبرات يعملوا يشوفوا هل في كوليستيريوم بتريميوم في كان مثلا فود ولا اي حاجه. طيب برضه المايس برضه نفس الفكره، مايس برضه لو عملت له انجكشن هيموت طوال، فاقوم اجيب مايس اديه انتي توكسين ومايس ما اديه انتي توكسين واشوف الموجود، لان المايس حصل له دايز اسمي انديكيشن اوف ذيس زير از زير از زير از زير از لوبوتيزم ان ذيس سبيشال. وضحت يا شباب؟ وضحت. طيب نمشي للكوليستيريوم تراكماتس، وطبعا انتوا يا شباب زي المره فات شفتوهم ذكرنا اللي هو تمام في الاي، فالعين بتاعتها حتكون شنو؟ الاي اي صوابه اللي هو من الاي صوابه كونجكتيفال صواب. طيب حيكون كونجكتيفال سكريبنج اللي هو سبيشال ده صواب، حاخد ايش كونجكتيفال سكريبنج، حعمل دايركت ستين عشان اعمل ديتكشن لشنو؟ للانكلوجن بودي او الاليمنتري بودي، فممكن انا استخدم جيمس ستين دايركت فروم ذيس صواب في سلايد واجي اعمل لها جيمس ستين، فممكن تديني بعدين الصوره دي ذيس از جرام اللي هو جيمس ستين اللي هو ذيس اليمنتري بوديز اللي هو موجوده داخل الموجوده هنا تمام. طيب طيب ممكن ثاني اعمل شنو؟ واحد من التستات اللي هو ايش؟ دايركت فلوريسنت انتي بودي اللي هو نفس الحكايه، بجيب الدايركت فلوريسنت موجود عندنا في المختبر
وباخذ العينه بتاعتي وبعتبرك انتيجين وعمل لها ايش كونجيجيت عندها اكيد معينه كونجيجيت ويزا انتي بودي. فهي لو كانت يا شباب لو كانت في اليمنتري بودي اللي هو ستيم برايت يلو جرين اللي هو بتكون موجوده في شكل دوتس هنا لو ديز اليمنتري بودي ستيم باي باي شلون يا شباب نيورو فلوريسانس انتي بودي واضح يا شباب. طيب التيشو كلشر موكوي اللي هو برضه هجيب تيشو كلشر وبرضه هاخد فوق العينه بتاعتي وانتظره يومين ثلاثه وبعد كده يعمل لها ستيرين اللي هو بالايودين ولا الايميونو فلوريسين وده بيكون الشكل بتاع المونوكلونر ويزا كلاميديا تراكموز انكلوجن بودي اللي هو ده التيشو كلشر. طيب ثاني برضه الشغل بتاع البي سي ار اللي عمل ديتكشن للكلاميديا دي ان ايه برو ممكن اعمل بي سي ار. طيب الكلام كله الكونكلوجن بتاع الكلام ده الاوبننج بريجر بنتكلم عن البكتيريا مننجيتس بتكون شنو يا شباب انكريز اللي هو 20 تو 500 ملليمتر ايوه اشتو هنا كانت ملليمتر شنو كانت ملليمتر شنو في البلط بريجر مركري هنا ملليمتر ووتر. طيب الوايت بلاد سيلز ممكن العدد بتاعها ممكن احنا اتكلمنا قلنا اقل من 5 تمام سيز ابو نورمال ايوه اللي هو ايش بكتيريا المننجيتس ان النيتروفيلز ممكن تكون البروتين كون هاي الجلوكوز دو الجرام ستي بوزيتيف ان ذا 52 80% الكالشر بوزيتيف ان ذا 55% والبكتيريا الانتيجين ديتكشن ان ذا 50 تو 100% بس اسمين اللي هو مور سبيسيفيك تيست. واضح يا شباب؟ في سؤال يا شباب؟ في سؤال عبد المجيد معايا؟ معايا؟ في سؤال ولا في شيء؟ واضحة؟ واضحة يا شباب؟ الأوبنينج بريشر يوصل يتأكد أن البيضان يوصل كده يحسن أن ده تزيز كثير من المجال يختلف من الوضع من البوزيشن اللي هو الأبر نور بتكلم عن اللاين واضحت؟ واضحت يا شباب؟ الكيبورد ده عنده أسرار عجيبة ما حد أصلاً عارفه يعني. هلا طيب. تمام الكريبتوكوكس انفورمس اللي هو شنو هي شنو اسوشيتد ويز ذوز وات اميون كومبرومايز يعني دائما اسوشيتد ويز اتش اي بي بيشنت. تمام شكل شنو اللي بتعمل شنو اللي حاصل فيها شنو هو اللي يزاد اصلا بتاع شنو زمان في الريسبيراتوري درسوا انه بتعمل ريسبيراتوري تراك انفكشن الجاب هنا شنو الجاب هنا شنو بتعمل سبرد بريد انفكشن اصلا هي الفيجن اللي هو بتعمل اصلا هي لانج انفكشن او يعني البرايمري انفكشن بتكون بعدك بتتعمل ايه سيمينيتد وتمشي لايه السنتر نيرف سيستم تعمل لها المنينجايتس. طيب هي عندها طبعا اهم حاجه انه الكاركتيرز بتاعتها عندها شنو اللي هو ييست وعندها بوليساكرايد كبسول يعني ده الشكل بتاع الييست وده الشكل بتاع الكبسول اللي هو سراوند تمام. الدايجنوز بتاعها طبعا اول اهم حاجه انه كلينيكال تمام لكن بعد ده اللي هو سي اس اف هشوف انكريز نمبر اوف دبليو بي سيز لو جلوكوز ليفل هشوف الحاجات دي يعني انكريز فور بريجر تمام. طيب العين بتاعتي سي اس اس اف برضه نفس الحكايه هعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن هعمل كلشر هعمل سيرولوجي هعمل مولكيولار تكنيك. طيب ان دي ان اي من البدايه لانه هي كبسولات لازم استخدم ان دي ان اي لازم استخدم نيكروسين يعني ان دي ان اي هنا نيكروسين اجيب الاساس بتاعي واعمل له سنتريفيجيشن واشيله واضيف دروب من الان دي ان اي اف اي سسبكت ذس از لوتش كريبتوكوكس نيفورمس تمام. فهشوف تحت الميكروسكوب اول حاجه اللي هو ذس اللي هو مميز جدا
كبسول شكل الهيست وحولها في كبسول تمام. طيب دي ده الشغل بتاع الهيستوم والبصول اللي ما عندنا له علاقه لكن بس عايز اوريك الشكل بتاع الكبسول تمام. شكل الكبسول اللي هو موجود تمام. طيب بعد ذاك العينه بتاعتك بتاعت السي اس اف عملها كذا شهر في شنو؟ في سبورت اكسترول اجار وزاود سايكلو هيكسامايد وايت كريم لا وايت ضد ويزود سايكل هيكسامايد الهيبتون شلي جروث هذا يعني ما بتتاثر اللي هو بالازر بروس لكن في بعض انا الوظيفه ايش عشان ايش الاوبورتونستيك فهي موجوده تمام. فانكوبيشن فور دايز اللي هو 2 3 دايز تمام ات 7 ديجريز سنتيجريد عشان قانون انتهي بس. طيب بعد ذلك بتديني شنو؟ هايلي ميوكويد كريمي كولر ييست ايسوليشن هو الشكل بتاعها. طيب الميوكويد جت من وين؟ لانها كبسوليت لانها كبسوليت. طيب ممكن تعرف واحده من الميديا وهي لاس كامون تو يوز اللي هو بيرد سيد اجار زي ما درستكم اللي هي الدكتور وليد صح؟ ايه بيرد سيد اجار برضه بتديني براون كولر. ممكن برضه يوريستس بوزيت واحد من الباكام كاتس ممكن نستخدمه للدياجنوزيس تمام؟ لكن اهم حاجه في التستات اللي هو سيرال كاتس عشان اعمل ديتكشن لشنو الكبسول ممكن استخدم اللي هو الكبسول بتاعتي باعتبار انتيجين ممكن استخدم اللي هو لاتكس اجلوتينيشن. لاتكس اجلوتينيشن اللي هو من الكلتشر بتاعي بجيب اللاتكس اجلوتينيشن بيكون يعني محضر صناعيا دروب في الدنيا شكل الاجلوتينيشن اف از ذس اجلوتينيشن هابنز ذس مين انديكيشن اوف ذا كريبتوكوكس نيفورمس كبسول تمام. البوز بتاعتي 90% كريبتوكوكس. ممكن استخدم ازر اللي هو انزيم اميون اسي اللي هو ديتكشن اوف ذا بوكس اميون جلوبولين اللي هو الانتي بود استخدم اللايزر تو ديترماين اللي هو الانتي بود الليتكس انتي بود يعني اللي هو ايش الليتكس انتي بود هذا هذه الليتكس هذه الليتكس انتيجين بيكون عندي انتي بودي اللي هو في اللاتكس ابلكيشن والانتيجين بيكون وين في الكلتشر ميديا الانتيجين بيكون في الكلتشر ميديا اللي هو ايش الليتكس عباره عن تبوده لكن الانتيجين الكبسول وضحها في السلايد تمام. طيب ثاني طبعا من التكنيكات اللي موجوده اللي هو ايش؟ ممكن نضيف اي حاجه طبعا حاجه ممكن نعملها دايركت طوالي من السامبل سي اس اف طوالي اشتغل عليها في الموليكولار تكنيك ممكن نعمل كان ديتكت زيست كريبتوكوكس نيوفورمس وضحت يا شباب؟ طيب هنا ممكن انكريز سيل كاونت انكريز برضه جلوكوز نورمال اور لو از وي ميشن بيفور. طيب بالنسبه للسي ايمتس تمام هي الشكل بتاعها يكون شنو؟ دايمورفيك. وات اي مين باي دايمورفيك؟ ييست هايفي طيب او ييست او ممكن حاجه ثانيه تكون اللي هو سبور اللي هو سبور وين بيكون موجود؟ الاسبور وين بيكون موجود يا شباب؟ برا اللي هو في الانفايرمنت. والاسفريول بيكون موجود وين؟ اللي هو في التيشو. فذيس از مين اللي هو دايمورفيك فور. طيب شكل الاسفريول يعني هذا شكل مميز جدا من الاسفريول هنشوفه الان. طيب برضه الدياجنوستيك لابراتوري العظمه كروسكوبيك اكزامينشن كلتشر سيرولوجيكال نيوكليك اسيد هايبرديزيشن هي فيري انفكشوز عشان كده دايما بيشتغلوها في السيفتي كابينت يعني لانه برضه نفس الحكايه هي وين اصلا هي؟ اصلا برايمري انفكشن وين؟ في الزباله؟ لا هي من وين اصلا يعني طيب الان ليش بستخدمها في فيري انفكشوز؟ يعني الانفكشن حتيجي وين لان اصلا المختبرات هنا لما نكون شغالين فيها؟ هي اصلا ثرو انهيليشن بالريح المين انفكشن اللي هو صار انفكشن انهيليشن فهي عشان كده لازم يستخدموها في السيفتي كابينت عشان كده فيري دينجرس مايكرو اورجانيزم. طيب هنا نفس الحكايه هنا ممكن استخدم كي او اتش بريبريشن اللي هو ايش؟ بوتاسيوم هيدروكسايد طوالي من السي اس اف عملوا بس مع الكي او اتش ممكن اشوف طوالي شنو؟ شكل اللي هو دبل ريفراكتبل 6 6 اسفيريوس اللي هو ده الشكل بتاعه دبل وول لما نحسب الشكل الرول بتاعتها 2 دبل وول دبل وول تمام. ممكن استخدم الكالكو افلور رايت ستين ذس از زمان يعني دي دايركت من السبيسيمين طوالي ستين دايركت من السبيسيمين. طيب دي برضه شغل الهيستوباثولوجي شغل الهيستوباثولوجي بتاعي برضه شغل الهيستوباثولوجي تمام. طيب الكلتشر عملنا كلتشر شنو؟ طب رود سلوز تغار هنا لكن شنو لازم يكون في
25 درجة الحرارة 5، لكن عندي كل شنو؟ سايكل هيدرامين وعندي كل نورم فينيكور واي. هذا على البرتشنستيك. وهنا؟ وهنا؟ كل نورم فينيكور ليش؟ سالكا انا بكتيريا انا بقول صوصا بكتيريا جوبيشن 2.5 فور. لكن شوف الفتره هنا طويله كيف، يعني دائما البروس بتاعها سلو. طيب الشكل بتاع التكنيشن وايت او تان كوتوني ماسير البروس ابييرنس هو الشكل بتاعه تمام. طيب بعد ذاك مين ده من ده من الـ من الـ من الكرشه بتاعتها، لو عايز اتاكد منها اشوف الشكل بتاعها عامل شلون ستانين بيلابتو في نوع كوتون بلو تمام. فبتديني ايش؟ تبتدي هايفي تمام؟ وسيك وول ريكتانجولار سبور اللي هو ارسل كونيدي، ده الشكل بتاع السبور بتاعه، الشكل بتاعه عامل كيف؟ ريكتانجولار. ايوه تمام؟ طيب السيروريتيكال تيست اي جي ام اللي هو ديتكشن باي لاتكس اجلوتينيشن، هنا لاتكس اجلوتينيشن، هنا برضه هنا بعمل ديتكشن. هي الانتيجين هناك هنا العينه بتاعتها حتكون شنو؟ هنا عكس العين بتاعتها تكون شنو؟ العين بتاعتها تكون شنو؟ بلاد سيرم عشان عمل ديتكشن لشنو؟ هنا معكوسه صح؟ هناك اللاتكس كان عمل ديتكشن للانتيجين، لكن هنا اللاتكس عمل ديتكشن للانتيبودي تمام؟ طيب برضو الاي جي جي برضه بالكومبلمنت فيكسيشن والنيور فيوجن والالايزر برضه ممكن استخدم النيوكليك اسيد هايبرديزيشن تيست اعمل ايش؟ للار ان اي بتاع السي اي ام اس. خلاص انا انتهيت من الحاجه، في سؤال في حاجه جبار؟ نعم.